انا فج عن نقطه سريعه، كيف اعرف ان الاداه اساس في الطريقه او لا؟ كيف اعرف ان هذه الاداه او هذا الشيء اساسي في الطريقه لدرجه اني لو عزلته او عزل او تخلصت منه او ما استعملته تتاثر الطريقه او حتى تزول او تختفي؟ ببساطه كما قلت، اذا ازلت الشيء وحاولت تحصل على نفس النتيجة ومع الوقت تأثرت الطريقة ككل، معناته أنه كان أساسي فيها. خطأ، ما تكلم عن ركوب الخطأ، تكلم عن طرق الركوب الصحيحة الأخرى، فرضا إسبانيا، درساج إلى آخره، ركوب غربي. الخيال متحكم بالحصان تحكم عجيب، يحصل على الميل بالضبط، وضع مثالي تقريبا، وتصرفه صحيح بجميع الحالات. لما يوريك محصلة نهائية مع حصان المدرب زين، يعطيك اللي تبغاه، تبغاه بسرج بدون سرج، بشكيمه بدون شكيمه، مهما يعطيك النتائج اللي تبغاها. بس اساس الطريقه، يعني كيف دربت الحصان لين تصل للمرحله هذه، تلقى اساس فيها فرضا ثلاث اشياء عاده اللي يكون اساسي عندنا: السرج، المهماز، العصات. لما اقول اساسي اقصد لو قلت له اعسف حصان عس كامل من البدايه للنهايه، ما عندك لانشات، ما عندك عصات، ما عندك مهماز، ما عندك سرج، مو بتعسف الحصان بالاشياء هاي ثم توريني المحصله النهائيه، هذه منتهي منها، ركوبك صحيح، تستطيع فعل ما تريد، دارين. بس لو قلت لك سو هذه النتائج بدون هذه الاشياء، طبعا خطا انك في طريقتك تحاول تجيب هذه النتائج بدون هذه الادوات، لكن هنا بوصل لك اياها. اذا كنت انا هدفي اني اجيب هذه النتائج بدون هذه الادوات مع عسيف، عشان تطورني في وضعي لابد تكون زيي على الاقل. فلما تجيب نفس النتيجة بدون هذه الأدوات بنفس طريقتك بدون ما تغيرها، هنا معناتها الطريقتين زي بعض. اللي يصير انك لو أزلت واحد من الثلاثة، لو بس شلت العصات أو بس شلت المهماز أو بس شلت السرج، أو صدق أو لا تصدق بس شلت اللنشات واستعمل الأدوات هذه، النتيجة ككل تتغير، تضطر تغير طريقة ركوبك. لو بس شلت المهماز تتغير طريقة الركوب مع الوقت. لو منعتك من استعمال العصات واللنشات تتغير اسلوب وطريقه الركوب مع الوقت. لو اجبرتك تركب بدون سرج مستحيل تستمر في طريقه الركوب مع الوقت. الطريقه ككل تتغير غصب مع الوقت. لما اتكلم هنا الطريقه مبنيه على اليد. لو بركب سرج اضطر اغيرها؟ لا، ممكن يكون اقل صعوبه لكن ما اضطر اغيرها. لو بركب بلهم اغيرها؟ لا. اركب سنافل اغيرها؟ لا. بركب رشمه اغيرها؟ لا، تزيد. فبالعكس كل ما صعب الوضع احتجت لها اكثر. فإذا كانت الطريقة فيها أشياء معينة، طبعا هذا لا يعني أن الأشياء تحكمت بالحصان. أنا ما ناقض كلامي لما أقول الأدوات ما لها دخل، ما تلوم ولا تمدح الأدوات، تلوم وتمدح الخيال. لأن أنا وياك راكبين نفس الحصان بنفس الأدوات، حاشني ومشي معك زين، معناته الدعوة بالحصان والدعوة بالأدوات، الدعوة الخيال ببساطة. الآن لما تفكر فيها تفكير منطقي، بما أن الدعوة على الخيال، ليش تجي تقول الأدوات لها دور؟ قصدي الأدوات لها دور في مساعدة الطريقة، الخيال هو الأساس والدقة هو الأساس، فدقة استعمال الأداة هو الأساس. شخص ركب بالسرج صح غير شخص ركب بالسرج خطأ، شخص استعمل المهماز والعصات صح غير شخص استعمل المهماز والعصات خطأ، وكذلك اللنشات. لكن لما تكون استعملتها صح غير أصلا ما استعملتها. فالطرق اللي أساسها يعتمد على أشياء معينة، إذا زالت هذه الأشياء زالت الطريقة، معناتها الأداة شيء أساسي فيها. ما تفيدني في وضعي إذا كنت أصلا ما أستعمل الأداة. كيف أركب بطريقتك وأنا ما أستعمل هذه الأداة؟ لأن لن تفيدني في وضعي أنك لا تستطيع الحصول على نفس نتيجتي بدون هذه الأداة. لكن أنا أستطيع الحصول على نفس نتيجتك بدون الأداة. فلو ركبت بالأداة بجيب حتى نتيجة أحسن ودرجة أحسن. فما راح تفيدني، بس أنا ممكن أفيدك لو بغيت، لكن منطقيا طريقتين مختلفتين. فأي طريقة تبغى تعرف بالفعل ان الاداه شيء اساسي فيها او لا، لو قلت اعسف الحصان عسف كامل من البدايه للنهايه بدون اي ادوات، فقط انت والحصان والعنان والشكيمه او الحبل، يعني حبل جود والشكيمه، لا تستعمل اي شيء اخر، انت غيرت الطريقه ككل، معناتها الطريقه كانت معتمده على ادوات معينه. لكن لو ما تغيرت معناتها الطريقه لم تنجح. افرض مثلا في التزليق قلت للشخص ابي تعسف الحصان عسف كامل من البدايه للنهايه بدون شكيمه، ابي بس رشمه، مستحيل، لابد يعرف الشكيمه ولابد يعرف الفم. بس افرض طبقتها عليك وطبقتها على شخص اخر، طبعا بدون عصات بدون مهماز بدون لنشات، ايهما بيجيب نتيجه احسن؟ طبعا انت تحتاج الشكيمه زيك زيه، بس لو فرضنا عدم وجود شكيمه لعبتك، لانك بالنهايه رشمه ويد فقط، رجل ما عاد لها دور، ماشي مهماز، والعصات ما عاد لها دور، واللنشات ما عاد لها دور، لغه الجسد ما لها دور، ابيك تركب بيدك انت والحصان ورشمه. افرض الطريقة هنا تزيد، زلك زيادة وتطبقها بالتذكية والجمع والتزليق زيادة، دقتك فيها تزيد.
فاستعمال الطريقة يزيد ما يقل، وبس استمر زاد. الطرق الأخرى لو تحطها في وضع زي هذا تنقرض الطريقة، تمنعي، يضطر يدخل عليها طرق أخرى، مما يعني أن الطريقة أساس فيها أدوات معينة، كيف أركب فيها إذا كانت هذه الأدوات ما أستعملها؟ تبدأ تستعملها وتنسحب عن الطريقة ببساطة. فباختصار إذا جت نفس الطريقتين جابت نفس النتيجة في نفس الحالة في نفس الأدوات، هنا معناته الطريقتين ممكن يتناقشون. لكن لما الطريقة تجيب نتيجة وطريقة أخرى تجيب نتيجة بس بوضع آخر، حصان آخر، مكان آخر، أدوات أخرى، مادتين مختلفتين. طبعا تصرف مثالي صحيح في وضعه، لما نقولها تصرف صحيح مثالي في وضعه، كما أن تصرفي أو تصرفك في وضعك صحيح مثالي في وضعك. الفرق أنك لو غيرت ما تضطر تغير طريقتك، لو أضفت المهمزة أو العصات وغيرها ما تضطر تغير الطريقة، لأن بالوضع الصعب ركبت فيها، شلون وضع سهل؟ لكن هو ما يستطيع، لأن لو صعب الوضع على نفسه زالت الطريقة. باختصار لو أخذ واحد من المهمزين، عندك مهمزين، لو أشيل واحد بس أركبه بزبالة انتهى طريقتك. لو أكسر العصات انتهى نص ركوبك طاح. لو منعك من فعل اللنشات ما تستطيع فعل 70% من الأشياء اللي تبغى تسويها. لو أشيل السرج تعتزل الركوب. طبعا هو ركب بدون كل هذه الأشياء، قصدي طريقة ركوب، ما أقصد محصنة نهائية. يعني عقب ما تدرب الحصان مثلا زي السلك وغيره، السلك يسوي أي شيء يبغى. بس أتكلم كيف دربت على الأشياء هذه. المفروض إني قلت لك لا، ترى من الألف إلى الياء، من يوم تدخل الحصان في البدوك ثم تقاود ثم تعش مسار ثم خبط ثم هد ثم فتح، ترى ما راح غير الأشياء المتاحة فقط، عنان وحبل بس. أنا وأنت وفلان وعلان وعشرة عشرين بس. الطريقة تتغير، ركز، الطريقة الأسلوب يتغير. هنا الطريقة تزيد، يعني بضطر أعوض عن كل شيء بدقة اليد، والطريقة تزيد ما تقل. هل هو ميزة ولا عيب؟ حسب الطريقة، بس إنه واقع مرئي بالعين المجردة، تشوف بعينك المجردة، طبقه وشوفه. طبعا زي ما قلت ما يناقض محصن نهائي. اللي يصير مثلا الشخص لما تقول تشرح له كذا يقول طبعا انا شفت مثلا شخص يركب بطريقه صحيحه، خيال تحكم الحصان بدون جميع الاشياء هذه، مو هنا بوصل لك اياه. هو يقول لك انا ادرب الحصان بالادوات ثم اشيلها، زي ما تدرب الحصان بالشكل مثل ما تشيل تحكم في برشمه. بس لو قال لك من البدايه للنهايه بدونها بالطريقه، هنا حلو، ورنيها. لا يوجد، لان الطريقه اساس فيها ادوات، لو زلتها وبدأ طبعا حتى الحصان له دور، حتى تركيبة الحصان له دور والمكان المغلق له دور، بس هذه كلها أشياء أقل من نواحي. لو شلت أدواتك سنة قدام، سنة بس قدام، ما في سيرج، ممنوع سيرج، ممنوع عصات، ممنوع مهمات، سنة قدام ولنشاط طبعا، مع أن زي ما قلت واحدة منها لو تمنع خلاص من الطرق الصحيحة مرة، واحدة منها لو تمنعها خلاص، لكن لو منعتها سنة قدام تتغير طريقة الركوب ككل. لو جيت أنا قلت لك سنة كاملة تركب سيرج، خير وبركة، ثابت بدون سيرج، ما ثبت بالسيرج أكثر، تستعمل مهماز ثابت برجولي أو متحكم برجولي، عطني مهماز تتحكم أكثر، متحكم بدون عصات عطني عصات تتحكم أكثر. معني أنا أرى أنها ممكن تبطئك في التطور، يعني مثلا ما أركب بوضع سهل من مضطر تطور، سمعت أنا بتخرب ركوبي بالمنطق، أنت قاعد تسوي النتيجة اللي تبغاها بوضع صعب، يا سهلت الوضع تخرب في نتيجتك، مو معقول. هذا رأيي في النقطة هذه، وأنا بالصواب شيل السيرج تماما من البداية مع الحصان إلى النهاية، الطريقة حقت الركوب تنقرض. شيل واحد من المهمازين، بس واحد كبه بزبالة، خلص طريقة بزبالة. شيل العصات كسرها، أو شيل اللنشات، 70% من الطريقة ينهار. كأنك تقول مبنى معين بس في جهة معينة لو شلتها طاح المبنى كامل. يعني مبنى معين مصمم تصميم بحيث أنه يعني يتشكل على حسب مثلا زي الزلازل اللي يحطون تحتها أشياء معينة عشان تحرك المبنى مع الزلزال في اليابان وغيره. فالفكرة أن الطريقة هنا مبنية على اليد. طبعا هذا وضعهم خطأ، ولن يحتاج طريقتك إذا ما تحتاج طريقته، بس هذا ما ينكر الواقع اللي قاعد أقولك إياه. تصرفك في وضعك مثالي 100% كما قلت أنت وكما قلت أنا، لكن لما تدعي أو يدعي فلان وعلان أن الطريقة هذيك جابت نفس النتيجة هذه بنفس الوضع أو العكس، غير صحيح. جبت نفس النتيجة بوضع أصعب، هو جاب نفس النتيجة بوضع أسهل، مع أنه أحسن، أسهل لكنه أحسن في وضعه، في طريقته، في أسلوبه. لكن لا أستطيع الركوب بطريقتك والحصول على النتيجة اللي أبغاها نفس نتيجتي، يعني أنت مو بس ما تطورني، مستحيل أستمر على نفس دقتي، أترك من التطوير، مستحيل تطورني، لكن يعني في وضعي، لكن مستحيل أستمر على وضعي، بقل أنا استعملت أدواتك وطريقتك في نفس أهدافك، لأني أحاول أجيب نفس الهدف اللي أنا أبغاه بأدواتك وبطريقتك. طب أنت بطريقتك بأدواتك ما جبت نفس النتيجة، ولو شلت الأدوات مستحيل تجيب حتى نصها، كيف تفيدني في وضعي؟ هل أنت بتفهم؟ طريقتك هناك
يفيدك ذاك، طريقتك هناك يفيدك ذاك، طريقتك هناك يفيدك ذاك، طريقتك هنا يفيدك ذاك. لكن اذا هدفك زي هدفي، او مثلا بالاحرى هدفي انا، ما يفيدني شخص ما جاب هدفي. طب جاب النتيجه من البدايه للنهايه ركب دون سرج، عسف الحصان عس كان من البدايه للنهايه، شفت بعيونك شفت كيف يعشفون، شفت كيف مراحل العشف، ما وردت كيف المقطع كيف يعشفون مزه اسبانيه وفرنسيه، موت كل النشات والمهماز والصداره، عس كامل من البدايه للنهايه الف الى الياء، حبل وشكيمه فقط، حتى اللنشات ما في لنشات ما طلعها من البايك يا الفرس او البدوك الحصان، ما يطلع بدوك فقط بايك عسف. كيف تفيدني في وضعي بدون ما اضطر اغير اهدافي عشان اركب بطريقتك؟ اول شيء بتقول لي اياه غير هدفك، لازم لنشات، لازم مهماز، لازم عصات، لازم سرج، لازم تفعل ما ابغاه. طب كلامك صحيح لو بركب طريقتك، بس هدفي غير هدفك، هذا في الشيء هذا طورني فيه. كيف تطورني بشيء معين لم تصل له؟ زي انا لو بطورك بشيء معين لم اصل له، مو منطقي الموضوع. فالاداه اذا كانت اساس في الطريقه، اذا ازلتها تاثرت الطريقه. اما اذا كانت الاداه ما لها دخل بالطريقه، اذا ازلتها زادت الطريقه. في التزليق في السنافل والبلهم نتيجه واحده، ممكن تزلق في السنافل اكثر من البلهم مرات، او العكس مرات، حسب الشكيمه. لو شلت الشكيمه مرات ركبت رشمه زلق اكثر، لو ضعفت الرشمه زلق اكثر، ركبت حصان قوي زلق اكثر، عسيف زلق اكثر، صار في طبع طبق طريق اكثر. فكل ما زادت صعوبه الوضع زادت الحاجه لفعل الطريقه. الطرق الاخرى كل ما سهل الوضع تحسنت الطريقه، وكل ما صعب الوضع انقرضت الطريقه. انتهى. والله انا مصاب.